ما الناس اللي ورا ما يجوا قدام عشان حتى تدفوا الكنيسه شويه مش كده؟ ايه اللي حصل؟ الاجتماع ده كان اكبر من كده بكتير. عشان لحظه العدد عشان كده بتاع كتير غلط في الكنيسه. انا اخر مره كنت هنا كان في جولاي 09، بصيت عندي على في الداري كان جولاي 09، يعني حوالي 3 سنين. جيت لقيت الكنيسه اتغيرت من بره وفي باركينج، كنا بنصعب ان الواحد يلاقي باركينج هنا، وحاجات كتير اتغيرت قوي في الكنيسه. بس الاجتماع كان اكبر من كده وكتير. الساعه بقى النهارده هنتكلم على موضوع من المواضيع اللي انا بحبها قوي، الاسرار القرنيه الثانيه. الاسرار القرنيه الثانيه دي انا قعدت اعمل فيها دراسات حوالي 20 سنه، يعني عشان تطلع نطبع 9 كتب بتوعها لحد دلوقتي. يعني اول ما كنا في الاكليريكيه في البكالوريوس كان عندنا بحث عن سفر توبيا. انا فاكر الدكتور ايميل ماهر كان بيدرس لنا في القاهره، وكان عندنا البحث عن سفر توبيا. ندور في اي مكتبه مين كتب عن سفر توبيا ما لقيناش. فقلت اول حاجه اول ما اخلص بقى ابتدي اعمل بحث وادور على الحاجات دي. اول ما خلصت لحد دلوقتي حوالي 20 سنه، كان من سنتين ثلاثه بس الحمد لله ترجمنا مصري بتاع نصهم وطبعنا النص الثاني. ويمكن انا بعد الانبا ماكارلوس تعبان سويف الوحيدين اللي في تاريخ الكنيسه الارثوذكسيه اللي عملنا الاسرار القرنيه الثانيه. ودي طبعا عشان الكنيسه مرت بظروف صعبه جدا، فكانت بتخاف اي حاجه تخش جديده في الكنيسه، كانت الكنيسه بتبقى حذره جدا. فعشان كده ما لقتش حاجات اهتمام جامد من الكنيسه الاسرار القرنيه الثانيه. لكن نشكر ربنا حطيناها في منهج مدارس الاحد في سيدني، في فيلم سفر توبيا اللي عمله ماجد توفيق، في اوبريت اتعمل عن سفر يهوديت، التسبيحه اللي بنعملها دي بتاعت الثلاثه بفتيا اللي بتتعمل كل يوم. فابتدت الناس تعرف الاسرار القرنيه الثانيه، ابتدت تطبع الكتب وترجمت وعلى الويب سايت. فابتدت الناس كتير، ابونا داود لمع اتكلم كذا مره عن سفر يهوديت، اتكلم عن الحاجات دي، فابتدت الناس تعرف ايه الاسرار القرنيه الثانيه. اول النهارده ان شاء الله هنتكلم على 3 نقط. اول نقطه هنتكلم على مقدمه على الاسرار القرنيه الثانيه، ثاني نقطه هناخد مقدمه صغيره عن المكابيين الاول، ثالث نقطه هناخد تامل روحي في الاخر اللي نتعلمه من اللي بيحصل حوالينا في ايام المكابيين، وحاجه نتعلمها. اول حاجه ناخد تامل بسيط على الاسرار القرنيه الثانيه. اولا لازم نعرف ان الكتاب اللي معانا ده كتاب تبع بروتستانتيه، فعلشان كده عشان البروتستانت ما بيؤمنوش بالاسرار القرنيه الثانيه عشان ما بتوافقش ايمانهم، فبنلاقي ان احنا عشان نحطهم بنحطهم بنسميهم سكند كونينيكال بوكس او الاسرار القرنيه الثانيه. حكايه المحذوفه او الابوكرافا الكنيسه ما بتعترفش بالاسم ده، قداسه البابا الله ينعمه نفسه ما كانش يحب الاسم ده ابدا. الابوكرافا عن حاجه مخفيه، المحذوفه طبعا مش معقول نسميها محذوفه واحنا بنستعملها، فبنسميها الاسرار القرنيه الثانيه. لو نبص للكتاب المقدس بتاعنا ككل، حد فكر عارف كام كتاب في الكتاب المقدس بتاعنا؟ كام سطر؟ حد يفتكر كام سطر؟ كام؟ قد عدد صفحات اشعياء. ما احنا عايزين نشوف بقى الناس تقرا ولا لا، نعمل كده. كم سطر في الكتاب المقدس؟ لا كم؟ لا شويه زياده عشان الحر. 66. الكتاب المقدس كله فيه 66 سطر بالظبط قد سفر اشعياء، زائد 7 كتب الاسرار القرنيه الثانيه، يبقى الكتاب المقدس كله كم كتاب؟ 73. وفي 2 تتم اوريدي عندهم الاجزاء الاولى في الكتاب المقدس. كم واحد كتبوا الكتاب المقدس؟ كتير. كم واحد؟ ما احنا لازم اللي هيجاوب في الاخر في كتاب هديه اللي هو سفر المكابين تاخده وانت خارج. وهنسال في الاخر برضه، عرفنا في 73 كتاب، كم كاتب كتبوا الكتاب المقدس؟ حوالي 47 واحد.
47 واحد. لو نقول القديس يوحنا كتب 4 كتب، القديس لوقا كتب 2 كتب، القديس بطرس كتب 2 رسالة، جمعوا كل ده 47 كتاب. ماشي، يبقى عندنا كام؟ 43 كتاب، 47 كتاب. خد منهم كام سنه يكتبوا الكتاب المقدس كله؟ حوالي 1600 سنه. 1600 سنه قريب، يعني يا دوبك 600 بس مختلفين. كم آية في الكتاب المقدس؟ حد افتكر يفكر مرة في الحاجات دي؟ 33 ألف آية في الكتاب المقدس. كم إصحاح في الكتاب المقدس؟ 1335. لو نحسبهم بسرعة بقى يبقى 73 كتاب، 1600 سنة خدوا يكتبوا الكتاب المقدس. 1600 سنة، يعني لو سفر صوفيا خد 2 سنين ومكة خد 1 سنة ويوحنا 3 سنين، فجمعوا كل السنين مع بعض، مش عارف لا كل كتاب خد قد ايه. 1600 سنة خد كم آية؟ 33000 آية. كم إصحاح؟ 1335 إصحاح. عندنا كم نبي اتغير في الكتاب المقدس؟ كام؟ 12 نبي. وكام من الانبياء الكبار؟ حوالي 4. يبقى كام كلها؟ حوالي 16 اسرار الانبياء. مهم قوي ان نعرف الحاجات دي عشان ده كتابنا. انت عندك كتاب لو درسته في حياتك هتعيش حياه ابديه. ادرس 100 كتاب هنا على الارض، تبقى دكتور في الجامعه، تبقى مهندس، تبقى كل ده. لما تطلع فوق مش هيقول لك انت مهندس، هيقول لك تعرف ايه عن ربنا وكتاب ربنا. صح؟ مهم قوي. الاسرار الكونيه الثانيه مش موجوده في الكتاب المقدس، قلنا عشان ده الطبعه البروتستانتيه، بس الطبعه الكاثوليك حاطاه فيها دلوقتي. الكتب دي هي ايه بقى؟ هم 9 منفردين واثنين تتمه. اول واحد سفر توبيا، ثاني واحد يهوديت، يشوع بن سيراق، حكمه سليمان، المكابين الاول والثاني، وباروخ وتتمه أستير. ماشي، حوالي 7 مختلفين واثنين تتمه. اقول لك حاجه، سؤال حلو. ضد ايه اللي ضد الانجيلين؟ يعني مثلا سفر توبيا بيتكلم عن شفاعه الملائكه، ملاك رفائيل، هم لا يؤمنوا بالشفاعه بس كده. تتمه أستير، اذا كان سفر أستير نفسه اتحارب، السفر الوحيد ما اتذكرش فيه اسم الله، سفر مش مذكور فيه اسم الله، سفر أستير في كتابنا المقدس هم نفسهم حاربينه. تخيل بقى التتمه بتاعته كان فيها حلم وكده. مره نبقى ناخد الموضوع ده، فطبعا بيحاربوا الحاجات دي. الكنائس اللي بتوافق على الاسفار الكونيه الثانيه، كل الكنائس الشقيقه الارثوذكسيه، لو بنقول ارثوذكسيه يبقى الكاثوليك، يبقى السيريان، يبقى الارمن، يبقى الراشن، كل الارثوذكس بتوابعها وكل الكاثوليك بتوابعها. يعني اي حد في كنيسه كاثوليك يؤمن بالاسفار الكونيه الثانيه، اي حد في كنيسه ارثوذكس يؤمن بالاسفار الكونيه الثانيه. ليه بنقول الكتب دي قانونيه وتتقري في الكنيسه؟ مجامع الكنيسه الاولى اعترفت بيها كلها. نلاقي المجمع في القرن الثالث، مجمع ايفون، اعترف بقانونيتها. القديس اوغسطينوس في المجمع ده قال ايه؟ الذي لا يعترف بهذه الكتب يعتبر محروم من الكنيسه. القديس كليمندوس الاسكندري، العلامه اوريجانوس، الناس دي كلها استخدمت الكتب دي في كتاباتها. بابا اثناسيوس، وهو الدفاع عن عقيده المسيح ورد على اريوس، استخدم سفر باروخ وقال ان ربنا هيتجسد ويمشي على الارض، يعني خدوا الايات دي كلها. السيد المسيح نفسه ذكر عيد التجديد اللي هنتكلم عليه في سفر المكابين يوحنا 10:22. لو دورت في الكتاب المقدس من اوله لاخره ايه هو عيد التجديد ده مش هتلاقيه، هتلاقيه بس في الاسرار القناه الثانيه اللي هي عيد المكابين اللي هنتكلم عليه. لقوا في الترجمة السبعينية اللي ترجمها 72 واحد، لقوا أسرار كنا الثانية. الترجمة القبطية، ودي من أقدم الترجمات اللي بنستعملها برضه، ولقوا الأسرار كنا الثانية. يعني الأسرار كنا الثانية موجودة من زمان قوي. طب ليه ما كانتش في العهد القديم؟ عشان حاجتين. أول حاجة، كان في كتب اتكتبت بعد ما عزرا الكاهن جمع الإنجيل العهد القديم. وحاجة ثانية، كانت اليهود مشتتة كتير جدا، فكتب لقوها بعد كده. فهو ده بسرعة مقدمة على الأسفار القرونية الثانية. لو هتخش على الويب بتاعتي وتبص على سفر توبيا هتلاقي عاملين مقدمة كبيرة قوي على المقدمة بتاعت الأسفار القرونية الثانية.
يبقى اول حاجه الاشراف هنا، الثانيه خدنا مقدمه، ثاني حاجه ناخد مقدمه عن سفر المكابين الاول. سفر المكابين الاول هو يعتبر اخر كتابين في العهد القديم، المكابين الاول والثاني. يعني لو هنمشي بالترتيب العهد القديم هيبقى اخر كتابين فيه اللي هو المكابين الاول والثاني. النهارده يا دوبك هناخد مقدمه عن سفر المكابين، نعرف ايه سفر المكابين ومهم ليه جدا في تاريخ الكنيسه. كاتب السفر مش متاكدين هو مين، بس بيقولوا كاهن من الصدقيين، عشان كاتب حاجات مظبوطه وتاريخيه مظبوطه، حد عايش كان في الوقت ده وشايف وكتب، عشان كده بيقولوا حد من الصدقيين اللي هم كانوا موجودين في الوقت ده. اسم مكابيين جايبينها من اسم اشهر واحد في العائله المكابيه دي، اسمه يهوذا المكابي، ومعنى مكابي يعني مفرقه، وكان هو رئيس الجيش وقوي جدا، فعشان كده تسمى الكتاب على اسمه. هو كان الاول بيتسمى كتاب الحسديين، بس بشهرة يهوذا المكابي تسمى كده. اللغة اللي كتب فيها السفر اللغة العبرية الاول، وبعد كده وجد النسخة اليونانية وجدوها وابتدت تتداول، واحنا ترجمنا من اليونانية، لكن في ناس اباء الكنيسة قالوا ان هم شافوا اللغة العبرية النسخة العبرية بتاعتها. اتكتب امتى؟ ودي اهمية الكتاب ده، اتكتب من سنة 135 لحد 63 قبل المسيح، قبل ميلاد المسيح، ودي أقرب الكتب اللي اتكتبت، آخر كتب اتكتبت قبل ميلاد المسيح. عشان كده الفترة دي كانت مهمة جدا للناس اللي بحثوا، وفترة مهمة جدا عشان هو ده الوقت اللي اختاره المسيح عشان يتجسد بعد كده، وهو ده الوقت اللي بيسموه في ملء الزمان، وهنتكلم ليه الكتاب ده مهم جدا، عشان الوقت ده كان قريب، المسيح اختار الوقت ده بالذات اللي يتجسد فيه على الأرض. عدد اصحاحات الكتاب ده 16، وفي نسخه هناخد نسخه في الاخر عشان طبعا تقدروا تقروها في البيت 16 اصحاح، احنا بس هنكفر كده في 10 مينت ايه هو السفر المكابين. تاريخ الاسره كان في واحد اسمه متانيا الكاهن، وهو كون ان كاهن يبقى ابوه كاهن واولاده يبقى فيهم كهنه، عشان تعرفين الكهنوت الهاروني كان بالوراثه والسبت لاوي، كان عنده 5 اولاد، اشهر واحد فيهم يهوذا المكابي اللي هو مسك الجيش بعد ما الراجل ده مات. السفر ده بيبتدي بعبارة عن الاسكندر الأكبر مات، وقبل ما يموت قسم المملكة بتاعته. كان في واحد موجود اسمه أنتيكوس اللي هو رئيس الجيش، وده كان السوري، وكان الجيش السوري ده مشهور قوي في الوقت ده، اللي يقرأ تاريخ الرومان من أشهر يعني التاريخ الروماني، كانت عندهم مشكلة كبيرة بين الرومان والسوريين، يعني كانوا أقوى كتلتين في الوقت ده، زي بالضبط أمريكا وروسيا في الوقت الحالي. ابتدى يدخل مصر، ومن مصر ابتدى يطلع اورشليم عشان يحتلها. ابتدى يحتل اورشليم، عمل ايه؟ كسر الاسوار بتاعتها، وعشان يغيظ اليهود جاب الخنزير وذبحه على المذبح بتاعهم، انتوا عارفين الخنزير بالنسبه لليهود نجس عشان يغيظهم اكتر. وابتدى يسبي الناس، والناس الاقوياء ياخدهم عنده عبيد، فابتدت الناس المؤمنين تهرب على الجبل. ويجي في الاصحاح الثاني جه متانيا الكاهن، كان ليه 5 ولاد، خد ولاده وهربوا على الجبل. ابتدت الناس تقول له ما تمشي مع الملك وتسيبك من اللي انت فيه، قال لهم لو كل الناس مشيت ورا الملك وثبت عباده ربنا، انا وولادي مش هنسيب عباده ربنا. بالظبط زي ما حصل مع اثناسيوس، يقول العالم ضدك يا اثناسيوس، قال لهم ايه؟ وانا ضد العالم. في يوم من الايام لقى واحد جاي يقدم ذبيحه بتاع الالهه الوثنيين على المذبح، فغار غيرة الرب، قتل الرجل اليهودي والجندي اللي هو السوري ده. فطبعا الجيش السوري اتضايق، فهو هرب بقى على الجبل بقى واستخبى، وابتدى يلم جيش، وقال للناس اللي عايزين يعبدوا ربنا يجوا معايا، واللي عايزين يقعدوا كده وفرحانين ان هم مع الملك وماشيين مع الملك يفضل زي ما هو. ابتدى برضو الناس اللي هو الجيش السوري اذكياء جدا، هو ابتدى يلم جيش، فجم يحاربوهم امتى؟ كان يوم سبت، احنا عارفين ان اليهود بيعملوا ايه؟ يوم السبت ما بيشتغلوش، وده اللي عملوه في 6 ايه؟ اكتوبر، ما هو التاريخ بيعيد نفسه بالظبط كده. حصل ايه؟ ابتدى الجيش جم يحاربوهم يقتلوهم ما دفعوش عن نفسهم، قتل منهم كام؟ 1000 واحد، وكان عدد كبير جدا. فابتدوا عملوا ايه؟ اتعلموا من الاخطاء بتاعتهم، قالوا لا احنا ندافع عن نفسنا، اللي يجي يحاربنا احنا هنحاربه، لكن احنا ما نحاربش حد يوم السبت. وابتدوا ينظموا الصفوف بتاعتهم، وابتدوا يتعلموا من اخطائهم، وابتدوا ايه؟ يبتدوا يدافعوا عن المعبد بتاعهم والبلد بتاعتهم.
ابتدوا يجمعوا جيش، فاللي هو السوريين ابتدوا يعرفوا ان هم بيجمعوا جيش، فابتدوا خدوا جيش كبير ورايحين يحاربوهم. فابتدى الجيش بتاع اسرائيل خايف، يقول احنا عددنا قليل قوي ودوك عدد كبير جدا. فيهوذا المكابي كان عنده شخصيه قويه جدا وابتدى يشجعهم، قال لهم احنا عندنا هدف بندافع عن بلدنا وديانتنا، هم ما عندهمش هدف واحنا عشان كده هنكسب، واللي خايف يرجع. وفعلا ربنا قواهم وابتدوا يكسبوا الحرب. حرب بعد حرب ابتدوا يتشهروا، وابتدى ما الهدف يكون روحي ان هم يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن ديانتهم، ابتدى يخشوا بقى في اهداف سياسيه، ابتدوا يتكبروا جدا، وابتدت المملكه بتاعتهم توصل لدرجه ان الرومان في الوقت ده زي امريكا بالظبط، جت تتحالف معاهم تقول لهم احنا هنساعدكم. ليه؟ عشان نقوم قوه. ولو تبصوا للتاريخ بتاع مصر برضو ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ امريكا بتتحالف مع مين؟ بالظبط نفس اللي بيحصل زمان، ما هو التاريخ بيعيد نفسه. امريكا بتتحالف مع الاخوان في مصر عشان دول القوه دلوقتي في مصر، عشان هي ايه؟ مش عايزه صداع. وده برضو الرومان ده لقوا ان دول قوه، قالوا لهم انتوا اتحالفوا معانا، لو في حرب ضدنا انتوا تساعدونا، ولو في حرب ضدكم احنا نساعدكم. ابتدوا يبعدوا عن الهدف الروحي بتاعهم، ابتدت المملكة بتاعتهم تضعف بعد كده، وابتدى يموت منهم ناس وليه اخوات تمسك وناس تموت، وابتدت الفترة بتاعتهم تضعف 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 لحد ما بقت الفترة لحد السيد المسيح. ليه الوقت ده بالذات اختار السيد المسيح علشان يتجسد؟ اول حاجة في الوقت ده ابتدت الطرق بين البلاد روما تعملهم، ففتحت البلاد كلها على بعض، فابتدت المواصلات بقت سهله جدا. زي ما شفنا العذراء عملت ايه؟ من مصر راحت، من فلسطين راحت على مصر، وابتدت راحت الناصره، وابتدت الطرق كلها. ابتدى في الوقت ده اللي اختاروا السيد المسيح، كانت اللغه اتوحدت، كانت اللغه الرومانيه كانوا بيستعملوها اللي هي اللغه اللاتينيه والرومانيه، وابتدت اللغه تبقى عالميه، وكانت روما مانيه المنطقه كلها، فكان اي حاجه بتحصل بتسمع في كل البلاد في الامبراطوريه الرومانيه. فابتدى الناس كلها تعرف المسيح، وابتدت الناس كلها تعرف المسيحية في الوقت ده، لدرجة ان مصر كلها اول ما خد اسم ريموس نزل حصل لها ايه؟ كلهم بقوا مسيحيين. فابتدت الناس كلها والمعرفة، وابتدى زي ما انتم شايفين سهل مرموس نزل من مصر طلع على ليبيا وبعد كده نزل هنا، او كان جاي من طرابلس، والمنطقة كلها بقت كانت سهلة جدا. وهو ده اللي خلى الكتاب كتير جدا تبص لأهمية المكابين كحدث تاريخي، ويتابعوا معاهم التاريخ بتاع المكابيين خطوه بخطوه لحد ميلاد السيد المسيح. اول حاجه خدنا مقدمه على اقرار القرنيه الثانيه، مقدمه عن فكر المكابيين، ايه اللي نتعلمه روحيا من الموقف بتاع المكابيين ده. اللي عايزين نعرفه بخمس دقائق بس، مهم جدا ان الانسان يبقى عنده هدف ما يبعدش عنه. لو انت الهدف الروحي بتاعك ان انت تبقى مدقق في حياتك الروحيه، مهم جدا لازم تفكر في اربع حاجات. اول حاجه الواحد يكون مدقق في قراراته وتوابعها. لما تاخد قرار لازم تفكر فيه عشان تعرف التوابع بتاعه. ياما ناس كتير بتاخد قرار وتندم. هو خد قرار بسرعه، تفكر في عواقب القرار ولا لا؟ الناس المكابيين دي خدت قرارات كتير في تحالف في بلاد جنبها، ابتدت تنفولف في الحاجات دي، وابتدت تتعب، وابتدت تخسر بشر، وابتدت تخسر فلوس، وابتدت تخسر وقت. يبقى مهم جدا ان الانسان يركز في قراراته وتوابعها. تاني حاجه المهم الانسان برضو يركز في كلماته. الناس دي قبل ما يقرروا ان هم يعملوا حاجه يشوفوا يعملوا ايه. فالانسان مهم جدا، الانسان الروحاني يتعلم امتى يقول لا. اي حاجه تقول لا، اي حاجه تبعدك عن ربنا لازم تقول لا، لازم تتعلم تقول لا، ولازم تتعلم مفيش حاجه اسمها كسوف في الحياه الروحيه. قديس أرسانيوس كان كل مرة يجي يحصل حاجة يبتدي يلف حوالين الآلهة ويقول لأرسانيوس، يقول لنفسه إيه؟ تذكر يا أرسانيوس الذي خرجت لأجله. كل ما يبتدي يلاقي نفسه ينشغل بحاجة ولا يشوف نفسه ابتدى قامته الروحية تعلى، يبتدي يفكر نفسه يقول له يا أرسانيوس تذكر ماذا خرجت لأجله. ثالث نقطة مهمة جدا الإنسان يكون مدقق فيها في أصدقائه. في اصدقاء ترفع الانسان، وفي اصدقاء تضيع الانسان. قال لي في قصه صغيره كده ابونا لوقس لاروس قايلها. واحده جت لابونا لوقس لاروس وقالت له يا ابونا انا عايزاك تزور جارتنا. جارتنا انسانه غير مسيحيه مسلمه.
وفي ايامها الاخيره بالكانسر وبتقول عايزاك تزورها. فهنا بيقول لها حاضر انا لو عندي وقت هبقى ازورها. جت الاسبوع اللي بعده وبتقول له يا ابونا جارتنا بتسال عليك وبتقول ما جيتش ليه؟ فهنا بيقول لها بصي يا بنتي انا طول الاسبوع مشغول واذا كانت هي عايزاني ازورها ليه جوزها ما سالنيش؟ دول ناس مش مسيحيين وانا مش عايز مشاكل يعني بالعربي كده. قالت له يا ابونا كانت بتتكلم قدام جوزها وجوزها قال لي اتفضل. قال لها حاضر تعالي معانا نروح. بيقول رحت خبطت على الست دي، الجاره بتاعتنا كان معاها المنتهى عشان الست دي كانت عيانه في الكانسر وفي مراحلها الاخيره وكانت نايمه على السرير. ابونا بيقول دخلت الست دي فتحت له ودخلت الست شكلها جميل كده كبيره في السن شكلها جميل لسه. وبيقول بسبب الكانسر اللي عندها ده الجلد بتاعها عامل انفكشن وعامل ريحه وحشه جدا في البيت لدرجه ان هو قبل ما ابونا يجي ابتدى يرش له اي روائح كويسه كده عشان تغير الريحه دي مهما حطوا ريحه قوي يعني قويه جدا يعني مؤززه للناس يعني من التقلحات والحاجات دي. بيقول واول ما شافتني عيطت بطريقه انا عايز اسكتها اسكتها مش قادر اسكتها. فقال لها طب اهدي قولي لي. قالت له ممكن اكلمك على مرات؟ قال لها طيب. فقالت له قال الست اللي معاها دي ممكن تطلع بره اللي هي جارتهم دي. فقالت له يا ابونا انا مسيحيه. فابونا سكت كده وقالت له انا اخت الدكتور فلان اللي انت تعرفه وانا مسيحيه. قصتها ايه بقى عشان نشوف الاصدقاء؟ بتقول انا كنت جميله جدا عندها مش عارف 16 17 سنه ابوها جوزها لواحد تاجر لبناني باين عنده 50 سنه. طبعا ما نفعتش الجوازه كانت فاشله فاصحابها قالوا لها تعالي اتجوزي الراجل ده كويس كان راجل غير مسيحي. بتقول له يا ابونا بس انا طول السنين دي كلها انا كنت عايشه مسيحيه زي ما انا خلفت ولدين وعمدتهم سرا وهم في امريكا دلوقتي عايشين مسيحيين. بس انا عايز اعترف واتوب عشان ربنا يقبلني وبسبب خطيتي يا ابونا انا جسمي حصل له كده يعني بالظبط بترعى فيا وانا لسه عايشه. فحصل ابونا قال لها ايه؟ بيقول خدت اعترافها واديتها التحليل وقالت له طب ابونا ممكن اطلب منك حاجه؟ قال لها ايه؟ ممكن تناولني الحاجه اللي انا اتحرمت منها طول السنين دي؟ قال لها حاضر. خد الست اللي معاها بيقول وجريت على ابونا بشوي كامل احكي له اللي حصل. فابونا بشوي كامل قعد يصلي معاه وقال له صلي ربنا بس حد يمد في امرها لحد بكره. خد الست جارتها قال لها تعالي بكره الصبح. ابونا عمل القداس وخد التناول ومشي مع الست جارتها والست جارتها في الف سؤال في دماغها ابونا ما اتكلمش معاها دخل للست بيقول ناولتها بيقول ما شفتش حد في حياتي كان فرحان ان هو بيتناول بالطريقه دي. بيقول وصلت لها ونزلت يا دوبك قبل في اور الست انتقلت. بيقول ماشي بالليل في الشارع اللي هي كانت ساكنه فيه عاملين صوان طبعا وجايبين مقرئ وشيخ والحاجات دي هو طبعا بيقول خليهم يعملوا اللي هم عاملينه بس هم مش عارفين زي الست دي راحت فين او كانت ايه. فبتبين لكم اصدقاء كتير ممكن تضيع الانسان فمهم جدا نكرر في كلماتنا ويبقى عندك تدقيق فيها. مهم جدا في اصدقائك مهم جدا في حياتك الروحيه تقدر تقول لا امتى. اي حاجه تعطلك عن الكنيسه اي حاجه تعطلك عن الاعتراف اي حاجه تعطلك عن القداس لازم تتعلم في الوقت المناسب تقول لا. يبقى بسرعه نراجع تاني كم كتاب في الكتاب المقدس كم سر؟ حد يفتكر؟ 73 اوكي كم ايه في الكتاب المقدس؟ كم ايه 33000 كم اصحاح 1335 كم كاتب كتب الكتاب المقدس؟ 47 كاتب خد منهم كم سنة؟ حد فاكر أكثر كل الثانية أسميها؟ توبيا أستير تتمة أستير تتمة دانيال يهودات يشوع بن صراخ حكمة سليمان مكابين أول والثاني وسفر بركة أو نبوء بركة. Thank you very much for having me. Oh, please do it for me. في كتاب في الاخر بتاع سفر المكابين طبعا تاخدوه في البيت تقروه على اهلكم
في فيلم كده 20 مينت ما نقدرش ناخد الشخص بتاعتش اوت لاين تعرف هو المكابين وصلوا لي كتير مجد الهادي من اذيها. في اسئله؟ اتفضل. حد عنده اي اسئله ولا اسال ثاني؟ متهيألي اسئلتي مش عارف تردوا عليها. فانا اسالكم ممكن ارد عليها. اي اسئله؟ عارفين كل حاجه. عندي سؤال. تكملة السفر أستير. أما زي ما قلت الجزء الأولاني لو حد قرأ السفر أستير مش هيلاقي كلمة الله مذكورة خالص. بس في التتمة هتلاقي فيه اسم كتير وعبارة بقى عن الحلم مردخاي شاف الحلم ده والتفسير بتاع الحلم بتاع مردخاي وإن إزاي همان هيموت والحاجات دي. ناين بيرنا يعني هتخش هتلاقي معتقد إحنا ككنيسة أستير بنعترف بيه. البروتستانت مش بيعترفوا بيه. عشان كده حاسين. بيقول لك ذكر ضمنا ضمنا يعني في حاجات مش لازم ذكر الله تارك ده بتتذكر ضمنا يعني ايه السبب برضه ما هو كلمه الوحي ما انت ما تقدرش تقول يعني كانت دايركت كلمه ليها اكيد الوحي ما انت عندك كل الاذكار ما بتنتهيش ليها امين عايزين كل الاذكار ليها امين ما عدا سفر اعمال الرسل عشان لسه شغال فليه هدف لكن هو ضمنا بيقولوا كان اسم الله موجود زي مثلا كانوا بيصلوا مين؟ فضمنا لله فبيقولوا اسمه مذكور ضمنا بس في الجزء الثاني اللي هو سبتمبر مذكور كتير جدا. اقروا المقدمه بتاعت ابونا تدرس يعقوب ملطي كاتب اللي هو لاباء الكنيسه قايلين ايه وترد على الحاجات دي مهمه قوي كنا عملنا فيها مسابقه كبيره قوي سفر استير مارجريت كنزكشن. السفر بيتكلم على عباره عن حروب بيدافعوا وبينضموا وبتجيلهم بلاد تتفق معاهم بتيجي بلاد بقى قويه تحارب معاهم عباره عن حروب وتعليم طبعا تعليم لكن هي الهدف بتاع السفرين اهميتهم في الفتره التاريخيه بتاعتهم وفي ده كان اقرب وقت للميلاد السابع المسيح دي اللي خد الاتنشن كله بتاع الكنيسه يعني هو ده لكن انت هتبص انها حروب بالظبط اكنك تقرا تاريخ روماني او يوناني الاستفاده الروحيه موقف كتير مثلا لما هو ابتدى قبل ما الشعب مثلا لما انت هتقرا انا عامل تعليقات كتير على الاصحاحات لما مثلا قبل الحرب وعمالين بيصلوا وبيطلبوا من ربنا وبيتذللوا ليه وربنا بينزل لهم بينقذهم بالظبط زي اسوار اريحه شوف كان كام واحد بيلف والاسوار كانت عامله ازاي وتقع كان عدد قليل جدا وجيش كبير جدا وهم يفوزوا عشان ربنا كان معاهم وبيبان لك برضه لما الانسان يتوب ويسلم حياته ربنا بيساعده ويقف معاه. بس هي حروب ومن حروب ممكن نستنتج فالمكابين الثاني بيتكلم عن الشفاعه. واحده زي ام برضه اولادها هيموتوا هيتذبحوا على رجلها زي القديسه رفقه هتلاقي فيها الاستشهاد هتلاقي برضه يعني عارف كل اصحاح هتلاقي فيها تاملات معينه. كتاب كبير جدا تغطيه في نص ساعه. لكن الاوت لاين اللي كان ادى اهميه لكتاب المكابين كانت الفتره التاريخيه كانت اقرب فتره لكتاب المسيح. اي اسئله ثانيه؟ ثانك يو فيري ماتش وكل سنه وانتم بخير.